عثمان افتح الباب ابني. انا ما راح افتح لك الباب ابدا. ما افتح اروح من هون. عثمان افتح الباب الله يخليك. ايه انا ما بقى بدي اياك. انا فرجيك والله لا خليك تندم. ما بدي اياك مره كمان لانه ما بحب ابنك. كرمال وحده رخيصه بدك تخرب بيتنا كرمالها. عثمان افتح الباب يا ابني. افتح الباب عم لك. يلا ما راح افتح اذا ما راحت تروح اول. دخيلك يا الله. أنا ما عاد بدي اياك. أنا بدي أمي بس. خلاص خلاص ذكر مال الله. اتركوني لك اتركوني. مجد بكفي حبيبي بكفي. خلاص مجد إن شاء الله. الله يلعنك يا واطي. مجد افتح. تعال وين رايح؟ تعال هون. افتح الباب يا ابني. يا شباب افتح الباب. عبد الله اطلعوا لبرا. ابني حبيبي انت ما دخلت بكل اللي عم يصير هون. انا بحبك كتير. عثمان حبيبي افتح لنا الباب. بحبك قد الدنيا يا عثمان. افتح الباب. افتح يا رجال. ومن حقك تكون شوف. لو رجال تطلع يا بابا. طلعوا لبرا. تعي يا ابني. تعي يا حبيب ستك بكفي. عثمان تعي يا عمري. لا لا حتى على حالك يا ابني. حاج يا عمري انت ابني وحبيب قلبي. ليك هي كارولين هي كمان بتحبك. يلا سلم عليها. انا بحبه لانت كتير. بس انت ما بتعرفيني كيف تحبيني. انت ولد صغير بس ذكي. وأنت غبية. وأنا كمان بدي أجي معكم. عثمان 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 ما راح خليها تبعدك عننا. يا رب خليها. ما رح اتركك بحالك بابا. ورح نتواجه. عم تسمع شو عم اقول لك؟ والله ما رح خليك تهرب مني ابدا. رح نتواجه انا وانت. والله لا تشوف شو رح اعمل. رح نتواجه. اهرب يا زلمه. شفنا الزاوية هلا. شو بيعرفني؟ يلا تقعدوا بالدكان فوتوا بس لتهدوا بالتأحل أكيد. خالتي صفاء يلا بقى ما بصير تضلوا واقفين هيك. خالتي صفاء يلا احكي مع الأولاد لازم يهدوا شوي. يلا احكي معهم أنتي. أنا متأكد إنه رح يسمعوا منك. يلا معناها تعالوا خلونا ندخل. يلا يلا امشوا قدامي. يلا انت تحركوا. يلا حاجة واقفين هيك حاجة. يلا يلا يا أولاد ما عم بحكي أنا معكم. ها يلا 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 لشوف. يلا اسمعوا كلمتي خلصوني. يلا حاج واقفة بالشارع. يلا يلا عثمان حبيبي. يلا ماشي مجد. يلا على جنبي. انت قوي كتير يا علي. لا تخاف من بعد هلا كل شي حلو. وانت لازم يكون مبسوط. انا رح يبقى جنب انت. انا ضربته لمجد وضربت لنيفين
وعثمان بيسكر الباب بوشي. أنا بعمري ما كنت هيك، أنا مو هيك أبدا. كيف وصلت لهون؟ علي بعرف إنه أنت مو هيك، هي اسمها قوة لتاخد يلي بدك إياه. إجباري أنت لازم تكون قوي، وإلا ما رح تنجح، وإلا ما رح تقدر تصل للشي بدك إياه. مو أنت بده أنا، بس كرمال أنا أنت لازم يكون كتير قوي. هاد هو اللي اسمه رجولة يا علي، هاي رجولة. وأنا كمان بدي إياك أنت، وأنا قوي كمان، ولهيك أنا بهذا البيت. أنت وأنا ما بعتنا سوا رح نكون قوي. بحبك كارولين. أنا كمان بحبك يا علي.